وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الى العاصمه الصينيه بكين للمشاركه نيابه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدوره الثالثه لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي ومن المقرر ان يلقي رئيس مجلس الوزراء كلمه ابان فعاليات اليوم الثاني من المنتدى المنعقد في بكين في الفتره من السابع عشر وحتى الثامن عشر من اكتوبر الجاري كما سيعقد عده لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى.